أما سؤالك عن أبي العتاهية وعن الحطيئة وعن النابغة الجعدي، أبو العتاهية سمي بهذا الاسم من العتو لأنه كان يحب الخلاعة، لكن تاب الله عليه آخر أمره فصار شعره زهدا كما في السير للذهبي. وأما الحطيئة فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسر وعاد إلى الإسلام. كانت قريش تعطيه العطايا تتحاشى شر لسانه، حتى إنه هجى أمه وأباه وزوجته وأخاه حتى هجى نفسه نسأل السلامة والعافية. أما النابغة الجعدي الشاعر فهو صحابي رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة.